أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل يقول: ما موقف الداعية من ما يحصل للأمة الإسلامية في أصقاع الأرض؟ وهل من الأصل أن ألا يتتبع أخبارهم وينشغل بشأنه الداخلي، أو من الأصل أن يتابع أخبارهم ويذكر الناس بأحوال إخوانه هناك؟ هو ينبغي للمسلم أن يعرف بقدر المستطاع أحوال إخوانه المسلمين في كل مكان، ما كان من أحوالهم سارا يحمد الله على حصوله، وما كان سيئا صعبا يسأل ربه جل وعلا أن يزيله. نحن نتبع أخبار العراق وأخبار فلسطين وأخبار كشمير وأفغانستان وأخبار الشيشان وأخبار المسلمين في البلقان وغيرهم والسودان وغيرهم الصومال، نسأل أن ما بلغنا مما يسر فرحنا به، وما بلغنا مما يسوء استعلنا الله جل وعلا أن يكشف عن كل بلاد المسلمين كل كربة. نعم.